طبعا شركة الكهرباء عندهم يعني مرجعين، واحد باي دايركشنال اللي هو الثنائي ده، تمام، واحد تاني بيسموه يوني دايركشنال. اليوني دايركشنال اللي هو انت ايه، بتشحن من الشبكه، بتدي السياره الكهربائيه، بتشحن العربيه او الاتوبيس او اي حاجه، ولذلك احنا بنسميها الكتريك فيكل، مركبات كهربائيه، مش الكتريك كار. هي الكتريك كار واحده من الكتريك فيكل. يعني انا لو اتوبيس كهرباء، في عندي اتوبيس كهرباء، في عندي قطار كهربي، وهكذا، فهم بيسموها الكتريك فيكل. في عندك حاجه مهمه جدا، تمام، اللي هي باي دايركشنال واليوني دايركشنال، والملفات دي ملفات مهمة جدا. أي مهندس كهرباء حابب يعني يشتغل في مجال الالكتريك فيكل ومجال الانفراستراكشر بالذات بتاعت محطات شحن السيارات الكهربائية، وده منتشر كتير جدا حاليا في معظم الدول العربية، لازم يرجع ليه الجايد لاينز. طب أنا لو موجود في الإمارات، موجود في الكويت، موجود في مصر، موجود في أي حتة، نفس القصة، بتدخل على اشتراطات شركة الكهرباء اللي موجودة مثلا في دبي، اللي موجودة في القاهرة، اللي موجودة مش عارف فين، تبدأ تشوف الداتا او الريكويرمنت المطلوبه من الشركه دي. طبعا في ملفات كتير من شركه الكهرباء، فاحنا ايه، بس قلنا والله اللي يهمني اني انا لازم اراجع 3 جهات. الجهات دي الهيئه السعوديه للمواصفات والمقاييس، وزاره الشؤون البلديه والقرويه، والشركه السعوديه للكهرباء. كل واحده ليها اشتراطات ومتطلبات لازم المهندس يبقى على درايه بيها.